العالم كله مخضوض ومش فاهم ايه اللي حصل اليومين اللي فاتوا. هزة أرضية كان ممكن تعدي وكأنها ما حصلتش زي ما حسينا بيها هنا في مصر، لكنها ما كانتش حدث عابر على أهل سوريا وتركيا، وكان ليها توابع كتير صعبة جدا. تعالوا أحكي لكم ايه اللي حصل بالظبط في لقطات. امبارح اتعرضت سوريا وتركيا لهزة أرضية وزلزال قوي جدا كان ليه نتائج صعبة، وأهمها انه كان في ضحايا تحت الأنقاض وأماكن أثرية انهارت وحالات وفاة ودمار صعب جدا. وللأسف لأن الزلزال مش بيفرق بين شخص والتاني، كان في شخصيات عامة ومعروفة خسرت بيوتها وكمان حياتها بسبب اللي حصل ده، زي لاعب المنتخب السوري السابق نادر جوخدار. الزلزال اللي ضرب جنوب تركيا وسوريا راح ضحيته لاعب كرة القدم اللي عنده 45 سنة بعد ما انهار المبنى السكني اللي عايش فيه في مدينة ساحلية، وبعد ما اعتزل في 2008 بقى مدرب كرة في أندية محلية. ومش بس لاعب المنتخب السوري السابق هو اللي خسر حياته نتيجة الزلزال، كمان رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس فقد أخته في اليوم المؤسف ده ومعاها 11 واحد من ولادها وكمان أحفادها تحت الأنقاض. الموضوع مش مادة أبداً للسخرية، وكان ومازال ليه توابع صعبة جداً، لكن برضو ربنا بيستر، زي ما حصل مع اللاعب الغاني كريستيان إيتسو اللي اختفى تحت الأنقاض كام ساعة وبعدين عثروا عليه مصاب. كريستيان إيتسو بيلعب في نادي شهير في تركيا واتنقل للمستشفى بعد العثور عليه تحت الأنقاض، وكان بيعاني من إصابة في قدمه وصعوبات في التنفس، وبرضه مش لوحده. فرق الإنقاذ قدرت تلاقي 2 من لعيبة تركيا وهم أنور أرجون وبوراك أوكسوز. وطبعاً اللي بيحصل ده كان محتاج تكاتف من الجميع وعلى رأسهم الفنانين سواء في سوريا أو تركيا، وعلى طول بدأت حملات التبرع بالأموال وكان في أسامي شهيرة في المقدمة. مغني روك التركي هالوك ليفنت جمع مساعدات للمحافظات المتضررة من الزلزال، وده من خلال منصة اسمها الأصدقاء، وشكر كل نجوم تركيا اللي تبرعوا بمبالغ مختلفة، منهم كيفاش تاتليتوغ أو مهند بطل العشق الممنوع. ومش مهند لوحده، بالعكس كان في حالة تكاتف كبيرة جدا من الفنانين اللي تبرعوا بألاف الليرات، منهم بوراك دينيز وجليل نالتشاكان والمغني إيديس. وبرضه نقابة الفنانين في سوريا قررت التبرع للمحافظات المتضررة بفلوس لإعادة إحياء وأعمار البلد، وقررت النقابة التبرع ب 75 مليون ليرة لمساندة الضحايا. للأسف توابع الزلزال لسه ما انتهتش، والخبراء بيأكدوا إن في هزة تانية أشد جاية خلال الشهر الحالي، ربنا يسترها على الجميع.